السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم في الحلقة الخامسة من مؤشر نيوتك. وقبل ناخذ المؤشر في عندنا تنبيهين. الأمر الأول أن الآيفون 6 راح يوصل عندنا في الأسواق في السعودية وبعض دول الخليج في 26 إلى 27 سبتمبر القادم. الأمر الآخر أن أبل خفضت على سعر الآيفون 5S، لكن للأسف عندنا بالأسواق حتى الآن يبيعونه بنفس السعر القديم. لذلك إذا كان ما عندك نية تشتري الآيفون 6 وحاب تشتري الآيفون 5S، انتظر حتى يوصل الآيفون 6 بالأسواق وينخفض سعر الآيفون 5S. البداية مع أسعار الآيفون 6 الرسمية، واللي تبدأ من 2599 ريال لنسخة 16 جيجا وحتى 3399 ريال لنسخة 128 جيجا. أما سعر الآيفون 6 بلس فيبدأ من 2999 ريال لنسخة 16 جيجا وحتى 3799 ريال لنسخة 128 جيجا. كذلك نشاهد اسعار الايفون 5S، حصل لها انخفاض بسيط بالسعر ولكن لا زالت اغلى من السعر الرسمي من ابل بعد التخفيض بتقريبا 40 الى 45 دولار. كذلك الايباد 2 حصل له انخفاض بسيط واصبح سعره 1300 ريال 347 دولار. كذلك بعض النسخ من الايباد اير حصل لها انخفاض بسيط بنسبة 1 او 1.2% ولا زال الاغلب محافظ على سعره مثل الايباد ميني. الجالكسي اس 5 4G حصل له انخفاض بعد ما ارتفع سعره في الأسبوع الماضي وأصبح 1950 ريال 520 دولار و 1830 ريال لنسخة 3G 488 دولار. كذلك بالنسبة للجالكسي نوت الانخفاض بسيط جدا بنسبة 1%، والجالكسي S4 حصل له انخفاض بنسبة 2.7% وأصبح سعره 1410 376 دولار. وكذلك الجالكسي نوت 2 حصل له انخفاض بنسبة 1%، أما الجالكسي S3 والجالكسي S2 فلازالوا محافظين على السعر. كذلك أغلب الأجهزة الأخرى حافظت على سعرها خلال هذه الفترة، مثل هواتف HTC One M7 One M8 وكذلك هواتف LG G3 بنسخة 16 جيجا ونسخة 32 جيجا. كذلك هواتف سوني إكسبيريا لأول مرة تحافظ على سعرها بعد سلسلة الانخفاضات المستمرة خلال الفترة الماضية، وهاتف بلاك بيري Q10 انخفض سعره بنسبة 4.7% بينما البلاك بيري Q5 لا زال محافظ على السعر. أخيرا هواتف نوكيا حصل لها انخفاض بشكل ملحوظ، فاللوميا 1520 أصبح سعره 1920 ريال 512 دولار، واللوميا 925 أصبح سعره 1070 ريال 285 دولار، واللوميا 625 أصبح سعره 680 ريال 181 دولار، والنوكيا X 130 ريال 88 دولار. هذه كانت الأسعار بشكل مختصر، والتفاصيل الكاملة في الرابط الموجود أسفل الفيديو. كذلك لا تنسونا من ملاحظاتكم ومقترحاتكم على البرنامج. نشوفكم الأحد القادم. السلام عليكم.